الفكرة بتقول انه احنا هلا عملنا بروفايل جنريتور، بغض النظر على الطريقة اللي عملتها، سواء عملتها في المعادلات هذول حطيتهم في الماتلاب او حطيتهم في البيك والمايكرو كنترولر وطلعتها وطلع معك الفاليو، هذا بروفايل جنريتور راح يعمل جنريشن لفي اوف تي ديزايرد او ريفرنس. راح تاخذ انت الفي اوف تي ديزايرد واللود تبعك اللي موجود عندك هون، شو مكان اللود اللي انت عم تتحكم فيه، راح تاخذ منه شافت انكودر مضبوط او فيدباك ديفايس، والفيدباك ديفايس السنسر راح ترجع لك V of T actual. هذا راح يصير هون V of T actual. واللي بينهم هو الـ error. مضبوط؟ هذا راح يصير E of T. هذا راح يركب الكنترولر تبعتك اللي بدك اياها PI, PID، ايش ما كانت تكون الكنترولر. ومنها راح تطلع بعدين راح يطلع معك كنترول سيجنال. الاكتويتر. كنترول فيربل بالضبط على الدرايف والاكتويتر. هون راح يكون في عندي درايف زائد الاكتويتر، واذا في جيرنج وهذا. وبعدين من هون راح تاخذ هذا على البلانت، بعدين هون راح تطلع هاي فيدباك، هون عندك السنسر او الترانسديوسر سبيد اللي هي بالحال هاي سبيد. هلا اذا شغلك ممتاز والكنترولر تبعك فخم جدا، لما تيجي تقارن الاكتوال مع الديزاير راح تشوف انهم تقريبا بينطبقوا. مضبوط. هلا لو رجينا رسمنا التو كيرف وانت عم تتحكم على واضح انك تتحكم بالسبيد هون. هلا مرات بحطوا في داخل هاي بحطوا كمان لوب اسمها التورك بقيس الكرنت اللي رايح للدرايف، بحط هون كرنت سنسر، والكرنت سنسر هذا اللي هو اي اي بيمثل التورك، وباخذه من هون بحط كمان ايرور. هذا بنسميه كاسكيد كنترول. كثير من الدرايف سيستمز رح يكونوا زي هيك رح نحكي عنهم. شو بيعمل؟ في لوب خارجيه للسبيد ولوب داخليه لللوب. شو الفكره فيها؟ الفكره فيها انه الايرور اللي موجود بالسبيد معناها انا بدي ارفع سرعتي، مظبوط؟ مين اللي رح يرفع السرعه؟ اف بتساوي ام اي مش هيك؟ او تي بتساوي اي، اذا التورك، اذا الايرور اللي موجود بالسبيد هو السيت فاليو للتورك. هذا بنسميه كاسكيد كنترول، حطينا لوب داخل لوب كبيره. هلا افرض كل شيء مشي كويس هون عندك وطلع معك وجيت رسمت الديزايرد فاليو، هي الديزايرد سبيد، ولما جيت رسمت الاكتوال سبيد وجدت انه في اختلاف بسيط، يعني في ايرور صغير جدا. ايش راح ينشا عن هذا الايرور؟ المسافه راح تكون شوي مختلفه. يعني اذا انا بدي اقطع 600 متر هون، لو عملت انتجريشن للازرق اللي هو الديزايرد فاليو راح يطلع 600 متر، لكن اذا عملت انتجريشن للاسود الموجود هون اللي هو الاكتوال راح يطلع مثلا 59 متر ونص، ففي عندي خطا نص متر. هلا السؤال اللي احنا كنا نساله وانا ما تاكدتش منه، هل بقدر اعمل انتجريشن للاكتوال ديستانس واطلع الاكتوال ديستانس من هون الديزاير واحط لوب ثالثه بحيث اني اعمل تصحيح كمان عليها؟ انا ما بعرف اذا بتشتغل ولا لا. تصحيح على الديستانس بالضبط، فيكون الديستانس هو الكنترول فاريبل واللي جوا بالكاسكيد هو السبيد والتورك. ولا اعمل تصحيح بطريقه ابسط بكثير، يعني لما اوصل في النهايه امشي مسافه اضافيه واعمل تعديل بدل ما اخرب اللوب كلها اللي موجوده هون. انا ما بعرف شو الجواب عليه. دكتور هيك ايش هو؟